لحوم أهل العلم وأهل القرآن مسمومة، ما من أحد يمسها بسوء إلا ناله الله تبارك وتعالى بسيف القرآن بإذن الله. طب ما تعب الحياة كتير، إمتى الشيخ عبد الفتاح الطرود في فترة حياته عشان يوصل للقمة؟ حضرتك أنا لما دخلت الإذاعة ما كانش فيه من جيلي حد، يعني إخواتي وحبايبي الموجودين حاليا كلهم بعد مني بعشر سنين. دخلوا الإذاعة بعد مني بعشر سنين. أنا كنت بتنافس مع مين؟ أنا كان في هذا التوقيت موجود سيدنا الشيخ راغب مصطفى غلوش، سيدنا الشيخ محمود صديق المنشاوي، سيدنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، سيدنا الشيخ محمد احمد شبيب، سيدنا الشيخ شحات محمد انور، سيدنا الشيخ محمد الليسي، سيدنا الشيخ محمد عبيس حصان، دول كلهم كانوا موجودين وبيقراوا فجرات وبيقراوا جمع. بس كنت اصغير ساعتها. انا طبعا في سن ابنهم، فمساله انك تدخل عشان الصوره مزدحمه، الصفوف الاولى كلها مكتمله، فما فيش فرصه انك تبزغ براسك كده عشان تقول للناس انا موجود في الصوره بالظبط، مفيش خالص. وفين عشان خاطر انك تلفت انظار الناس اليك، انت محتاج تقرا مره واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين في الاذاعه. وانت لما بتيجي تدخل اذاعه في بداياتك بتقرا فجر كل ثلاث شهور مره، ثم لما يعد عليك فتره تقرا كل 45 يوم مره، ثم لما يتقدم بك السن تقرا كل 28 يوم مرة. أهو أنا دلوقتي عشان مصنف فئة أولى ألف، فمرة أخد على 28 يوم ومرة أخد على 21 يوم، واخد برحضك. فدي كانت فترة صعبة جدا. خلاص فترة في حياتك، بس قدرت تتحول طبعا الطاقة دي لطاقة أجمد طبعا، تكون الشيخ عبد الفتاح الطرودي أكيد. طب قرأت مع مين، قرأت مع مين من أساطير الجيل الذهبي؟ كل الأسماء اللي أنا ذكرتهم لحضرتك دول قرأت معه. مين كان أقرب واحد لحضرتك؟ أقرب واحد لقلبي كان سيدنا الشيخ شحات أنور، وسيدنا الشيخ محمد الليثي، وسيدنا الشيخ شبيب. دول كانوا أكثر قراء كنت بزاملهم، ومعهم الشيخ محمد هليل. دول كانوا يعني كنا دائما نلتقي ودائما نتزاور، ودائما في بينا مودة ومحبة وفي صفاء. يعني أعظم ما يميز هؤلاء الناس، سيب بقى قراءتهم وجمالهم وتألقهم ده في ناحية، وشوف أخلاقهم. إن لما يشوف واحد زي حالاتي أصغر منه في السن ومتفوق وبيأدي بأداء جميل وممتع بيبقوا قاعدين مبسوطين منه جدا، ما يقعدش بقى يفرق وياكل في نفسه، لا ما فيش ضغينة أبدا خالص، ينزل كده الاقيه واخدني بالحضن للشيوخ برضه الصغار، ويقبلني ويقول لي ايه الجمال ده، الله يفتح عليك ما شاء الله، انت كنت رائع جدا. فتخيل لما واحد زي سيدنا الشيخ شبيب يقول لك الله يفتح عليك يا فتح يا ابني، انت كنت عظيم قوي. انت بحضرتك اول لقاء حصل بيني وبين الشيخ محمد عميس حصان، وده من كبار القراء في الاذاعه، هو اللي اتصل عليا بعد صلاه الفجر وانا راجع من قران فجر، كان في بداياتي، لقيت تليفون 040، فقلت ايه ده بقى، دي واحد بقى بيعكسني ده ولا ايه. فلقيته السلام عليكم يا شيخ عبد الفتاح، مين يا فندم معايا؟ قال لي الشيخ حسان، الله يفتح عليك يا ابني، كنت جميل وعظيم ومبدع ومتألق. قال انت سيدنا الشيخ حسان اللي بتقول الكلام ده، احنا بنتعلم منكم الحسن الاداء والابهار والابداع. فكانوا ناس دايما بيجودوا على اولادهم باخلاقهم الطيبه وبروحهم الجميله، لان هم عارفين نفسهم وعارفين مقدارهم وعارفين مكانتهم. رحم الله رجل امرين عرف قدر نفسه، خلاص، فما كانش يهتز يقول لك ده يا اخي هياخد يصحب مني البساط ولا ياخد مني الشهره. بيحبوا الناس، بيحبوا الناس، فده مهم جدا في قلبك، وتفصح للاخرين في قلبك، والتواضع. تتمنى ايه لدوله التلاوه؟ دوله التلاوه يا استاذ بهاء نشات في مصر، مفيش دوله على مستوى العالم سبقتنا في هذا المجال، وما زلنا متفردين وما زلنا متربعين على عرش التلاوة. لا يقول لك دول الخليج ولا يقول لك في أي دولة من الدول، لا، كل هؤلاء المشايخ
على عيني وعلى رأسي وأنا أكن لهم كل تقدير واحترام، لكن من أين تعلموا؟ من أين أخذوا هذا منهج التلاوة؟ من أي مكان أخذوه؟ من هنا، من مصر. هتولي واحد ما تعلمش من مصر، حتى أسيادنا ومشايخنا اللي موجودين في السعودية اللي علموهم أهل القرآن في مصر، أهل القرآن أخذوهم الشيخ عبد الفتاح القاضي والناس دي كلهم راحوا عاشوا في السعودية وأكرموهم هناك وعلموهم القراءات وعلموهم القرآن، حتى أصبحوا أساتذة موجودين في الحرم وكلهم يشهدون بهذا الموضوع. دولة التلاوة في مصر لابد وأن تبقى، وبقاؤها ليس بالتمني، مش أنا أقول يا رب خلي دولة التلاوة. دولة التلاوة اللي رفع عرشها الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري والشيخ المنشاوي والشيخ البقدامي، كل الناس دي كلها، يجب ان احنا نحافظ على دولة التلاوة، ما نهدموش بقى، فما نسيبش شباب القراء الغير مثقف والغير متعلم والذي لا يعرف فنيات القراءة حتى لا يشوه ذلك التراث وهذا التاريخ فيهدمه. وقول لك زي ما بنسمع دلوقتي، يقول لك هو بقى فيه مقرئين؟ هو بقى فيه قراء؟ الله يرحم الجيل الذهبي الذي مضى. موجود الشيخ عبد الفتاح الطروفي. حال المستمعين لو جبت الجيل القديم ده وقلت لهم تعالوا اسمعوا، هيقول لك لا ما عادش ينفع. قول لي النهارده من الذي يستمع الى ام كلثوم النهارده في 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 انه يعطيها الوقت الطويل الذي كان في الـ في الـ في الماضي؟ واحد يقعد ساعتين عشان يسمع؟ ما فيش دلوقتي خالص. النهارده ايه؟ كله دبدبة وتنطيط وتفطيط. ولو جبت واحد يقول لك احنا مش زي القراءة اللي هم الناس عاوزة صوت جامد وفي في 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 شجن وفي طرب وفي نغم، لكن وانا يا عم انا هقعد اسمع سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري واحنا هنرتل ولا هنجود ولا هنعمل ايه وبتاع كلام زي كده؟ ده اللي علمنا الالتزام في التلاوة. صح. مين؟ سيدنا الشيخ الحصري. صح. لكن النهارده لما وانا بقول لك هذا الكلام ده، حال السمع في مصر لو جبت سيدنا الشيخ الحصري بجلاله قدره ومكانته في نفوسنا وهو المرجعيه التي نرجع اليها في الترتيل وفي التجويد، هاتوا النهارده عشان يقرا في المياتم النهارده. اقول لك يا عم ده احنا لو جبنا الواد اللي لسه طالع امبارح ده هي 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 هيخلينا يعمل لنا ليله احسن من كده. ليه هذا الكلام؟ وانا بقوله هذا الكلام انا لا اقلل من قدر احد، بقول تربهم على راسي ودول مرجئيه بالنسبه لنا، لكن حال السمع في مصر اصبح النهارده بيقيم ويقدر ويبرز النغم والطرب على القرآن والأحكام والالتزام.
الدقيقه الدكتور عبد الفتاح الطرق. زي ما انا بكون سعيد جدا ان ربنا موفقني في حياتي القرانيه كقارئ للقران الكريم، فما تنساش ان اصل مهنتي او وظيفتي امام وخطيب وداعيه. هذا المكان اللي بنسجل فيه، هذا المنبر شهد يعني اجمل الخطب، ويمكن لو دخلت على السوشيال ميديا وتشوف المقاطع اللي الناس بتشوفها برضو بتعدي الملايين من المشاهدات. طبعا. ليه؟ لا اقبل ان اكون قارئا متميزا وداعيا فاشلا، ما ينفعش. اذا ما صعدت المنبر عاوز اكون احسن من انني قارئ، واذا ما جلست على دكه القراءه عاوز اكون احسن من انني اكون داعيه. انت بحضرتك لان الاثنين دول اكتر حاجتين بينافسوا بعض فيا، يعني الدعوه والقراءه. يعني 50-50، مش مثلا دي 30 وهنا 70. لا. انا عاوز الاثنين. بقول لحضرتك اذا صعدت المنبر عاوز اكون احسن من انني قارئ، واذا ما جلست على منصه القراءه عاوز اكون احسن من انني داعيه. ليه؟ كل في مجاله. هذا المسجد بيسع حوالي 1500 مصلي في الدورين وفي المدخل والى اخره، وفي سيدات، وفي اغلبهم من خارج البلد ومن خارج المركز، فبيجوا ليه؟ تحترم عقولهم، تؤدي باسلوب مفهوم مبسط يفهمه الجميع، بتؤمن ان رسالتك في اصلاح عقول الناس ونفوس الناس مهمه لا تقل عن تلاوه القران، ومهمتك كقارئ لا تقل ابدا عن كونك انك داعيه ومتميز. اذا انا ممكن انزل مقطع من الخطبه فيكون سبب في ان مئات التليفونات تاتيني في المشكله اللي انا كنت بتحدث فيها في الخطبه. عملت حاجه عن الظلم، عملت حاجه عن بر الوالدين، عملت حاجه عن جبر الخواطر، عملت حاجه عن 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 فعل المعروف ولا ارمي المعروف، اعمل معروف وارمي البحر. بص اي حاجه بعمل الاقي لها رد فعل، الناس طب حصل كذا وحصل كذا ورايك ايه فده دليل على ان الكلام ده بيصل الى نفوس الناس ومؤثر في عقول الناس. حضرتك منذ سنوات قلت ان الشيخ محمد علي الطاروسي هيصبح المبتهل في الاذاعه، فدلوقتي بقى قارئ في الاذاعه. فاخطات او لا؟ لا لا، ما اخطاتش. هو وقتها الشيخ محمد لما جرب حظه كقارئ مره واثنين وثلاثه وخمسه ولقى نفسه عظيم بيرفضوه، فقال بقى انا عاوز اثبت اسمي في اذاعه القران الكريم باي شكل. ففي يوم احنا رايحين عشان يقدم ايه؟ قارئ. فواحد قال له يا عم ما دام جربت مره واثنين وثلاثه قارئ ما تجرب مبتهل. لما دخل مبتهل من اول جلسه نجح. في اول جلسه. فقالوا له طب سجل ربع ساعه بقى للحكم والتقييم. على ما سجل ربع ساعه كان صوته وجعه. طبعا. ليه؟ لان الابتهال مرهق اكثر من القراءه. الابتهال مرهق. الابتهال بيبقى فقالوا له انت بيغلب عليك طبع الحرفيه وان انت كانك مبتهل محترف والى اخره. قال امال انتوا عاوزين يعني مبتهل يجي يجرب فيكم يعني عشان لازم يبقى؟ فلقيت الشيخ محمد قال لي اخويا مش هكمل في المشوار ده. ليه؟ قال والله حتى لو اصبحت مبتهل متميز الناس مش هتتقبلني كقارئ اذا اعتمدت في اذاعه القران الكريم كمبتهل. هو كان عاوز اصلا يبقى قارئ. هو حابب طبعا، هو الاصل قارئا. هو عمره ما فكر ان دي يمكن كانت فكره غير صائبه. يعني هو نتيجه الضغوط النفسيه اللي حصلت له نتيجه تكرار التجارب وعدم توفيقه فيها، هو اللي قال اشوف شيء بديل لان اكون قارئ. في القران ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا حقق لنا هذه الأمنية الكبيرة التي تعد هي ثاني تجربة في إذاعة القرآن الكريم. العائلة المنشوية، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه وسيدنا الشيخ محمود صديق المنشاوي شفاه الله وعفاه، إن العائلة المنشوية التي كان فيها أخين في إذاعة القرآن الكريم بفضل الله تعالى حققنا هذا الإنجاز الكبير، والعائلة الطاروطية أصبح فيها عبد الفتاح الطاروطي ومحمد الطاروطي، وده مكرمة من الله سبحانه وتعالى. ونفسي بقى أمنيتي أن أحقق
المجد الشعشاعي، الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ ابراهيم الشعشاعي، ان يكون فيه الشيخ عبد الفتاح الطاروطي والشيخ محمود عبد الفتاح الطاروطي. الابن الاصغر لحضرتك ان شاء الله. ده تتمنى له ايه؟ ما اتمنى له ان شاء الله امين ان 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 يستلم مني هذا التألق وهذا الشهرة الكبيرة وحب الناس، وانه ما يبتدئ من حيث انتهيت. اتمنى ان ربنا يعطيه القوة والتوفيق، يعني من اخر ما وصلت اليه من 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 جماليات التلاوة، انه يبدأ منها ويضيف اليها ليكون خير امتداد للمدرسة الطاروطية بإذن الله. الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ان لم يكن قارئا يتمنى ان يكون قارئا؟ اكيد. لان انا بحثت عن العز كله وبحثت عن الجمال كله، لم اجد اعظم من قراءة القرآن. من القراءة. انا زملائي ائمة وخطباء، ولو كنت امام وخطيب بس فقط فما كانش قامت لي قائمة. ليه؟ لان زملائي من اهل الدعوة محتاجين الدعم المعنوي والدعم المادي، ومحتاجين ان ينظر اليهم. ظروفهم صعبة جدا، يعني مش عايز اقول لك، وده يعني مش عايزين نخرج بره الموضوع بتاعنا. فيهم اللي بيشتغل في مطعم، وفيهم اللي بيبيع بطاطس وطماطم، وفيهم وفيهم وفيهم. نتيجة الحياة صعبة جدا جدا. فأنا لو كنت إمام وخطيب فقط، صدقني أنا كان ممكن أستلف منك ومدي إيدي لغيرك وغيرك. فأعزنا الله بالقرآن وأغنانا الله بالقرآن وأكرمنا الله بالقرآن، ودي رسالة لأهل التخصص ولأصحاب الرأي وأصحاب القرار، إن أهل الدعوة في مصر محتاجين نظرة ومحتاجين اهتمام. دول اللي بيحركوا عقول الناس وبيحركوا قلوب الناس، وممكن هم اللي شعللوا الناس، وممكن هم اللي يهدوا الناس، وممكن هم الناس اللي حببوا الناس في بلدهم، وهم اللي يكرهوهم في بلدهم. فلابد أن يكون الداعية له من التكريم والتقدير والاحترام، لبسه كويس ونومته كويسة وبيته كويس، عشان ما يبيعش دينه بدراهم معدودة. صحيح. سعدنا بكم مع لقاء مع الدكتور الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. انتظرونا بإذن الله كل يوم اثنين الساعة 10:30 صباحا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي قد